لن تصدق أن هذه أكبر وأثقل حصوة كلوية بالعالم تم استئصالها في سريلانكا. ما الذي جرى؟ نجح أطباء عسكريون في سريلانكا في إزالة أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم من جسم جندي متقاعد حسب ما أعلن رسمياً. وأوضح الجيش أن ضابط الصف السابق البالغ من العمر 62 عاماً خضع لعملية إزالة حصوة كلوية تزن 801 جرام، أي أكثر من 5 أضعاف وزن كلية متوسطة الحجم لذكر، وبلغ طول الحصوة 13 سنتيمتر، في حين أن متوسط طول الكلية لا يتعدى 10 إلى 12 سنتيمتر. وأوضح الجيش في بيان: استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم جراحيا في الأول من يونيو حزيران في مستشفى كولومبو العسكري. وجاء إعلان السلطات بعد اعتراف موسوعة جينيتس للأرقام القياسية بهذا، وقد سجل الرقم القياسي السابق لحصوة كلوية والبالغ 620 جرام في باكستان عام 2008. وقال الجراح العسكري سوذرشان: الأهم بالنسبة لنا أن تعمل الكلية بشكل طبيعي رغم هذه الحصاة. وأوضح الجندي المتقاعد لقناة تلفزيونية محلية أنه كان يعاني آلاما في البطن منذ عام 2020 وأن الأدوية التي وصفت لم يكن لها أي تأثير. وتتكون حصوات الكلى من الأملاح المعدنية التي تتراكم في الكلية، ويعاني المريض من آلام حادة في الظهر أو الجانب إلى أسفل البطن أو الفخذ، وعدم القدرة على التبول أو التبول بكميات صغيرة، وبول عكر أو كريه الرائحة، وحاجة مستمرة للتبول، وألم أثناء التبول، وربما يصل إلى وجود دم في البول إلى جانب القشعريرة والحمى والغثيان والتقيؤ. ما هي آليات تكون حصى الكلى؟ الآلية الأساسية في تكون الحصى هي انخفاض حجم البول مما يؤدي إلى تركزه، ومن ثم بدأ ترسب البلورات وتطورها إلى حصوات، ويحدث هذا عادة عند عدم شرب كمية كافية من السوائل وخاصة الماء. ويقال إن المعاناة من حصى الكلى هي الألم الوحيد الذي يتساوى مع حالة الولادة، وذلك بسبب شدته وطبيعته وطبيعة الحصى التي تضغط على نسيج الكلى أو الحالب بشكل مباشر. وفي المقابل فإن حصى الكلى أكثر شيوعا لدى الرجال منه بين النساء. أبرز أنواع حصوات الكلى: حصى الكالسيوم، وتحتوي عادة على الأكسالات أو الفوسفات أو الكربونات، وتعتبر أكثر أنواع الحصى شيوعا، كما أن احتمال الإصابة بها أعلى لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما. حصى حمض اليوريك، وهي أكثر شيوعا لدى الرجال، وقد تحدث مع الإصابة بداء النقرس والعلاج الكيميائي. حصى أستروفيت، وهي أكثر شيوعا لدى النساء المصابات بالتهاب المسالك البولية، وقد تكون كبيرة الحجم لدرجة تسد فيها الكلى أو الحالب أو المثانة. حصى السيستين، وتصيب الذين لديهم مرض وراثي يؤدي إلى إفراز كليتهم كمية كبيرة من هذا الحمض الأميني. عوامل الخطورة للإصابة بحصى الكلى: الجفاف، أي عدم الحصول على الماء الكافي. التعرق الغزير، فالذين يعيشون في بيئة حارة أو أجسامهم غزيرة العرق معرضون أكثر للجفاف، وبالتالي ترتفع لديهم مخاطر الحصى. أن تعرض للحصى إذا كنت تتبول كمية أقل من لتر واحد في اليوم. السيرة المرضية للعائلة، وتناول غذاء يحتوي على كثير من الصوديوم أو البروتين أو السكر إلى جانب السمنة وبعض المشكلات في الأمعاء. في حال عدم التدخل والأكل بوعي وعدم المحافظة على شرب الماء قد يتضاعف الأمر، فيؤدي ذلك إلى تراجع وظيفة الكلى وحدوث أضرار في الكلى وانسداد في الحالب والتهابات المسالك البولية المستمرة. وأخيرا، الوقاية خير من العلاج، فشرب كمية كافية من الماء خاصة الذين ترتفع لديهم مخاطر المرض، إذ عليك أن تشرب لترين من الماء على الأقل يوميا. ويوصي الأطباء بأن تكون كمية البول تعادل 2.5 لتر، مما يجعل البول خفيفا وغير مركز. في بعض الحالات قد يطلب الطبيب منك قياس كمية البول، ولكن بشكل عام إذا كان بولك فاتح اللون صافيا ليس عكرا، فمعنى ذلك أنك تشرب كمية مناسبة من الماء. تقليل تناول الصوديوم أمر مهم.
أكل مقدار أقل من البروتينات الحيوية بين قوسين أن نأكل بوعي. وقد يوصيك الطبيب بتعديل حميتك وعدم تناول بعض الأغذية المحتوية على الأكسالات مثل السبانخ والشمندر، وذلك وفقا لنوع الحصى الذي أنت معرض لمخاطر الإصابة به. لا تستعمل مكملات الكالسيوم الغذائية من دون استشارة الطبيب، إذ قد ترفع مخاطر الحصى. قد يصف لك الطبيب علاجات لتقليل مخاطر إصابتك بالحصى أو تكونها مرة أخرى. هل من مشروبات تساعد في تفتيت حصوات الحالب والكلى أولا بأول؟ لا بد من أن نأكل بوعي، وأفضل المشروبات التي يمكن إضافتها للنظام الغذائي المتوازن عصير الليمون. يعد عصير الليمون أحد مشروبات لتفتيت حصوات الحالب، إذ أن عصير الليمون يحتوي على حمض الستريك الذي يرتبط مع الكالسيوم الموجود في حصوات الحالب ليخرج مع البول على شكل سترات البول. عصير الريحان، يمكن استخدام عصير الريحان كأحد المشروبات لتفتيت حصوات الحالب لاحتوائه على حمض يساعد على تفتيت هذه الحصوات. خل التفاح، يعد خل التفاح وتناوله ضمن النظام الغذائي بوعي أحد المشروبات الهامة التي يمكن أن تلعب دورا في تفتيت الحصوات أولا بأول لاحتوائه على حمض الأستيك. كما يمكن استخدام خل التفاح للتقليل من الألم الناتج عن حركة الحصوات في الحالب. عصير جذور الهندباء، يعمل عصير جذور الهندباء على تحفيز إفرازات المرارة، مما يساعد على زيادة إنتاج البول والتخلص من الحصوات والسموم من الجسم. قد تنجو أجسامنا من شر الأمراض التي تسببها الجراثيم، ولكن ما أقل ما تنجو من الأمراض التي تسببها التخمة وفساد المطبخ الحديث وأسلوب المطاحن ومعامل الأغذية المعلبة. والأدوية التي توصل إليها العلم الحديث لخدمة الإنسانية وإنقاذها من الألم والعذاب، حولتها المعامل والمتاجر إلى وسائل لابتزاز المال، فأصبحت تستعمل فيما ينفع وفيما لا ينفع، مما أدى إلى إضعاف المقاومة والفعالية في الأجسام. هل تصدق أن طبقا من العدس خير لك من زجاجة كاملة من شراب الحديد؟ إذا تابعت هذه القناة فستؤمن أن في الطبيعة عددا من النباتات فيها الغذاء وفيها الدواء وفيها الشفاء. في وسع كل مشاهد أن يزيد حصيلته المعرفية وينمي جسمه على أساس صحي وسليم. نحن معرفة وأكثر. نحن معرفة وأكثر. هدفنا دستور غذائي كامل نستحضر أكبر قيمة ننتمي إليها، نفع البشرية في كل مكان. يستطيع كل إنسان أن يستفيد أكبر فائدة إذا وعى ما نذكره من معلومات أسهم في كشفها والوصول إليها آلاف العلماء والأطباء منذ فجر التاريخ. الطبيعة هي الأم الأولى للبشر، وهي ملاذهم الأخير، وشعارنا اعدل عن الدواء إلى الغذاء.